السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد سماحة الشيخ، انتشر منذ فترة نوع من المضاربة تسمى سلة العمولات، وهي أن يقوم الشخص بإعطاء البنك مبلغا من المال بالإضافة إلى تفويض، ليقوم البنك نيابة عنه بشراء العمولات وبيعها كالدولار مثلا، ونتيجة لهذا البيع والشراء يحصل الشخص على الأرباح كما أنه معرض للخسارة أيضا. فما رأي سماحتكم بذلك؟ الذي بلغنا وما ذكر السائل، يقود البنك أو غير البنك عمل يتجر له فيها، فالاتجار في العمل في تفصيل، إن كان من طريق الربا حرام، وإن كان من طريق الشرع قبيح. فإذا باع العملة بعملة أخرى يدا بيد فلا بأس، كأن يبيع العملة التي هي الدولار مثلا بالجنيه الاسترليني أو بالجنيه المصري أو بالريال السعودي يدا بيد فلا بأس، أما إلى أجل أو غير مقبول في المجلس هذا لا يجوز، لأن العمل هذه نزلة منزلة النقود في أصح أقوالها العلم من جنسها، وقائمة مقامها. وقال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء، يعني لا يدا بيد، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، شيء بشيء ربا إلا هاء وهاء. هكذا قول الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب مثل مثل سواء بسواء يدا بيد، والفضة بالفضة مثل مثل سواء بسواء يدا بيد. ثم هكذا في البر والشعير والتمر كلها يدا بيد سواء بسواء. فالعمل التي يتعاطاها الناس إذا باع بعضها ببعض مناجدة يدا بيد فلا بأس، إذا كانت من أجناس كالدولار بالجنيه الاسترليني أو المصري أو الدولار بالدينار الأردني أو الدينار العراقي يدا بيد فلا بأس، أما دولار بدولارين فإيه رباع فضل، لكن بعد دولار بدولارين إلى أجل هذا في اجتمع فيه الربا بنوعين، ربا الفضل وربا النسيئة. أو باع مثلا العملة السعودية 10 في 11 أو 10 في 12 ولو يدا بيد هذا ربا فضل، فإذا كان نسيئة أو مؤخرا عن المجلس اجتمع فيه النوعان ربا الفضل وربا النسيئة. نعم.